ويلكم يوتيوب، ورجعنا لكم بفيديو جديد، والفيديو هو فيديو النهارده جايين نتكلم عن موضوع شاد السرور محمد رمضان. الموضوع ده اتكلمنا فيه قبل كده، لكن المشكله المره دي نزل ديس تراك على محمد رمضان، وواضح ان الموضوع طلع بجد جدا، وانا ما كنتش متخيل الموضوع يوصل لحد كده. احنا افتكرنا اللي هو بيقول شويه كلام بس عشان يجيب الناس عنده، الناس يشد الناس، ولكن الموضوع طلع حقيقه، وطلع وعمل الديس تراك اللي هو قال عليه. انا بصراحه ما صدقتش اللي هو انا كنت بفكر اعمل يعني ردة فعل على الكليب، لكن انا قلت عشان ما يجيناش اي مخالفه على اليوتيوب. اولا ملخص الديس تراك اللي عامله شويه سوري على محمد رمضان، اللي هو بقول له انت قاعد بتقول انت نمبر 1 وانا اول واحد، واللي هو خناقه كده ملهاش اي لازمه، بس هو بالنسبه له ليها لازمه لانه هيجيب جمهور محمد رمضان كله عند شاد السجود. انا بصراحه مش عارف ايه فكر الناس دلوقتي بقى ازاي، انتوا فكركم بقى ازاي اللي هو لازم تطلع تشتم او تهين في حد عشان انت تشهر؟ مش عارف يعني. انا مثلا دلوقتي عامل فيديو انا واخويا طالعين بنقول راينا عن الموضوع، عن اللي بنتكلم يعني بالصح، يعني انا شايف اللي يعني انا بشوف الصح ايه وبطلع اتكلم عليه. كل واحد يكون ماشي في حاله وهيوصل ان شاء الله. يعني انت هتقول لي يا عم طب ما هو محمد خالد وصل يعني وجاب مليون مشترك على قفا احمد حسن، اقول لك هو بصراحه مش عارف بقى صح كده بقى صح. كلهم دلوقتي بقى بيعملوا يعني اللي هو لازم انت تطلع تدس ده وتتشيل كده خلاص، يعني تقعد تقول كلام عليه وكده. وانا بصراحه شايف اللي يعني اللي محمد رمضان مش عارف والله يستاهل ولا ما يستاهل. انت شايف ايه؟ انا شايف ان الصحه يعني هو ممكن يكون، بص انا مش هقول لك يستاهل ولا ما يستاهلش، بس غلط يعمل كده، فاهم؟ ايوه ما ينفعش يطلع يعمل دس كده. بعيد بقى عن موضوع الديس تراك ده وموضوع الخناقه ما بينهم، نقول رأينا في الاغنيه. احنا اول ما سمعت الاغنيه الساعه اتصدمت بصراحه. بصوا يعني ردت فعلين على الاغنيه او غريبه كده، غريبه جدا يعني، في كلام كده غريب اللي هو ايه، مقارنة الكلام مش ماشي مع بعضه، يعني مش هو يعني التاليف مش كويس. معلش اولا صح الكلمات صراحة. يعني ضايعه، انا يعني ما فيش كلمات يعتبر في الاغنيه خالص. انت اوكي، يعني المفروض ما فيش مثلا يعني ما فيش كلمه ماشيه مع الكلمه الثانيه، يجيب كلمه دي ويخش في كلام القافيه مش ماشيه خالص. وثانيا التسجيل او الهندسه الصوتيه مش تمام برضه، فيها غلطات كتير، فيها غلطات كتير قوي، وتوزيع فيها برضه تالت توزيع برضه، يعني هو التوزيع هو اللي مهندس الصوت، ما اكيد مش راكب معاه ومش تمام يعني. ونيجي بقى احلى حاجه اللي عجبتني الصراحه، المونتاج بقى والكليب والتصوير. التصوير طبعا حاجه جامده جدا خرافيه، اكيد طبعا في امريكا، فحاجه مختلفه جدا عن اللوكيشنات اللي في مصر. اكيد، ولكن ده سام مش مجال شاد السجود الصراحه. انا شايف ان ده مش مجال، لا بص هقول لك على حاجه، مش مجال الغنى. كل يعتبر كل اللي بيعملوا فيديوهات دلوقتي لا يعني بيعملوا كليبات. بيعملوا كليبات بس. وانا هقول لكم حاجه، في ناس يوم الاثنين يلا بقى بالمناسبه السعيده دي، يوم الاثنين الساعه 2 في كليب، يوم الاثنين الساعه 2 في كليب، في كليب بالمناسبه اللي احنا بنتكلم على الحوار، ففي يوم الاثنين الساعه 2 كليب تمام، هيبقى ثالث كليب لينا او ربع كليب لينا، ربع كليب لينا، فان شاء الله هيبقى حاجه جامده وعايزين بقى شير. يلا نكمل الموضوع. اولا محمد رمضان دلوقتي هو على الترند تمام، هو دلوقتي اول ترند باغنيه فايروس. شاد السوق دلوقتي طالع وراه هيطلع تاني ترند، وهتشوفه اكيد هيطلع تاني ترند والله، هو نفسه في الاول ترند. وشاد السوق مستني ايه؟ مستني محمد رمضان يطلع يرد عليه، يطلع يرد عليه على الانستجرام او على تويتر او على اللي هو يعني اللي هو يعمل له ايميل اللي هو ايه ده محمد رمضان رد عليا وبتاع. ايوه، وفي الاخر اصلا يعني هو يكون ممكن يكون هو اصلا بيكلمه او كده، الحوارات دي بتحصل كتير. ممكن على فكره يكون هو متواصل معاه عشان ده يلم شويه الناس من عنده، ده يلم من عنده زي ما حسن محمد خالد واحمد حسن. ما هو الحوار كده كل واحد زاد مشتركين، ده مشتركين التاني، الدنيا بقت في كده، الحوار بقى سهل. السوشيال ميديا عايز تشير تطلع تكلم على واحد مشهور وبعديها هتعرفه. المشكلة انك ده بتتكلم عليه في اغنيه واغنيه وبتهين وفاهم، واللي هو بعديها هو هيطلع يهين. اصلا متوقع ان محمد رمضان هيطلع يعمل عليه اغنيه؟ لا انا متوقع لان هو اللي محمد رمضان يتهيألي مش هيعمل عليه اغنيه، ولا ممكن لا انا شايف كده. انت شايف كده؟ انا شايف انا شايف انه ممكن يعمل له اغنيه، لان هو مش لاقي اغاني يعملها، عامل حاجات كتير قوي فاهم، كتير. انت عامل بين القمر وما اعرفش يعمل ايه تاني، في حاجات كتير لسه، في حاجات كل شويه بيعملها معاهم كده، فممكن صح فكره، ممكن يشتركوا في القناه. فبس كده، ده فيديو النهارده.
تنساش تشترك يعني في القناة بقى، اشترك بقى في القناة يا عم قدر تعرفنا المحتوى اللي احنا بنقدمه، بس مستنيين مشتركين بس كتير، وهنكمل تاني في المحتوى اللي احنا بنقدمه بس مشتركين زائد دعم، وهنظبط ان شاء الله. ومعلش على يعني الكلام اللي طلع غلط ده من سناني، حاطط بس حاجة اسمها تقويم وسلام من ده. فمتنساش تعمل اشتراك وتشير الفيديو وتخش تشوف الفلوجات اللي احنا بنعملها على القناة وبس كده. كان معكم AB فيديو، سلام.